الآن معالي الأستاذ عبد الرحمن ابن عبد العزيز الهزاع يطلق موقع الجائزة الوطنية للإعلاميين، وهو الإطلاق الفعلي للجائزة. معالي الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، سعادة الأستاذ مسعد بن سعود بن سمار، الأستاذ فهد بن عبد العزيز السمحان، عامل أساسي من عوامل النجاح لأي عمل كان هو أن يدار وفق رؤية إدارية من قبل متخصصين لديهم الخبرة التي تؤهلهم لقيادة ذلك العمل.